ما زالت الأنباء متضاربة حول مدينة البريغة الاستراتيجية، حيث تؤكد المعارضة الليبية سقوط المدينة في أيدي مقاتليها، فيما نفت الحكومة ذلك وقالت إن قوات النظام مدعومة بمتطوعين تحكم سيطرتها على المدينة، مؤكدة استحالة سقوطها بيد الثوار. كما أكدت الحكومة أن حوارا يجري مع مسؤولين أمريكيين، وهو ما أيدته الخارجية الأمريكية. البريغة بين الثوار الليبيين وقوات العقيد معمر القذافي. تقول المعارضة إن مقاتليها سيطروا على مرفأ المدينة الاستراتيجي، وإن القسم الأكبر من القوات الموالية للنظام انسحب وتراجع إلى راس لانوف على بعد 50 كيلومترا إلى الغرب، ولم يبق منهم سوى 150 إلى 200 في الموقع النفطي. في المقابل جاءت تصريحات الحكومة الليبية لتؤكد أن البريغة لم تسقط في أيدي الثوار، وأن قوات العقيد تحكم السيطرة عليها، مشيرة إلى أن المعارك التي جرت في الأيام القليلة الأخيرة أسفرت عن مقتل 520 من الثوار و30 من القوات الحكومية. قواتنا المسلحة مدعومة بآلاف المتطوعين من القبائل الليبية العظيمة تسيطر سيطرة كاملة على مدينة البريغة، وبطريقة استراتيجية يستحيل معها التقدم داخل هذه المدينة على وجه الإطلاق. احتلال البريغة مستحيل تماما. هناك طريقة واحدة، هي تدمير البريغة بالنووي. تتضارب الأنباء بين طرفي النزاع حول من يبسط سيطرته على مرفأ البريغة النفطي، في وقت يصر مقاتلو المعارضة على عدم تمكين كتائب النظام من استعادة المواقع التي سيطروا عليها، مؤكدين عزمهم مواصلة القتال. موقف انضمت إليه عشرات النساء الليبيات التي عزمنهن أيضا على تقديم المساعدة ولو معنوية للمقاتلين. الغرض من هذا الشيء أن احنا نبغى نحسس الثوار أن احنا معاهم، يعني المرأة بكاملها أن مع الثوار، فهمت كيف؟ ندعمهم معنويا، يعني بنجهز لهم شيء أغراض شخصية مثل الشامبو ولا مثلا الصابون، فرشات المعجون. إذ متصل قال حلف شمال الأطلسي الذي يواصل هجماته ضد طرابلس إنه ما زال يسيطر على المجال الجوي الليبي بالكامل. أما دبلوماسيا فقد عبرت الحكومة الليبية عن تأييدها لأي حوار أو مبادرة سلمية لحلحلة الأزمة ما دامت لا تقرر مستقبل ليبيا من الخارج، مؤكدة أنها أجرت لقاء مع مسؤولين أمريكيين، وهو ما أقرته الخارجية الأمريكية التي أكدت بدورها أنها حملت ممثليها رسالة إلى القذافي مفادها أن عليه أن يرحل. دعوة طالما رفضها ويرفضها العقيد الليبي الذي يأبى أن يتنحى عن منصب شغله منذ أكثر من 4 عقود. أنا الشعب مستعد يموت من أجلي، أنا مستعد. التقي وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف نظيره الليبي عبد العاطل عبيدي في موسكو غدا الأربعاء، وتبحث الزيارة التي جاءت بطلب من طرابلس آخر التطورات في ليبيا ودور الوساطة التي يقوم بها الاتحاد الإفريقي للتوصل إلى حل سياسي لوقف الحرب على ليبيا. كما تأتي الزيارة في إطار مساعي موسكو لحل الأزمة، وفي ضوء ما صرح به وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أمس بأن بلاده ترفض الاعتراف بالمجلس الانتقالي في بنغازي كممثل للشعب الليبي. حملت الأحزاب السياسية في جنوب كردفان السودانية الحركة الشعبية قطاع الشمال مسؤولية الأوضاع الأمنية